السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. درس النهاردة شباب هو كتابة آيات بينات من سورة الزخرف. أتمنى أي حد بيشاهد الحلقة لأول مرة أو بيشاهد قناتنا لأول مرة إنه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. الكتابة بتاعتنا النهاردة هتكون بخط الديواني، فأتمنى أي حد بيشاهد الحلقة برضو بتاعتنا وحابب يتمرن معانا هسيب لكم في تحت في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف رابط جروب الواتساب تقدر تعرض عليه التمرين بتاعك بعد ما نخلص كتابة. ركز مع حركة سير القلم أثناء عملية الكتابة، إن شاء الله ستستفيد.
تعالوا بس نقراها مع بعض كده على السريع. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. أتمنى أي حد شاهد الحلقة للنهاية إنه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه. كان معكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.